أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. عندما يتعجب المسيح، يا لها من جملة قوية جدا. على الأقل المسيح تعجب مرتين في الإنجيل المقدس. تعجب من عدم إيمان أهل الناصرة، وتعجب من إيمان قائد المئة، شخص أممي روماني على الأرجح آمن بإله إسرائيل، لكن اتعجب أيضا من إيمانه. تعجب من إيمان أهل الناصرة عندما ذهب إلى الناصرة، وبحسب بشارة مرقس لم يستطع أن يعمل آيات أو قوات كثيرة. والكتاب لاحظ معي في إنجيل مرقس في إصحاح 6 مكتوب: تعجب من عدم إيمان أهل الناصرة. أهل الناصرة بهتوا من الحكمة، وبهتوا من قدرة المسيح، ومع كل هذا لم يستطع أن يعمل قوات. هذا ليس لأن المسيح غير قادر، فهو العالم بكل شيء وهو القادر على كل شيء. كلمة تعجب تفيد إلى الذهول والاندهاش رغم الحقيقة ورغم كل البراهين والأدلة. سمعوا عنه في كفر نحوم وعن المعجزات الخارقة، ومع كل هذا كانوا بقاوموا عمل المسيح. وهكذا عندما وعظ في مجمع الناصرة، عندما قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لاحظ الكلمة: تعجبوا من كلمات النعمة الخارجة من فمه. تعجبوا إعجابا، ولكنهم لم يأخذوا خطوة للإيمان به. من ناحية أخرى، في قصة في بشارة لوقا الإصحاح 7 تتكلم عن قائد مئة جاء من أجل الغلام بتاعه، وفعلا قال للرب يسوع: لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. ولاحظ الكلام عن هذا الشخص: تعجب من إيمان قائد المئة، وقال: لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. فإذا هون منشوف نوعيتين: في الناصرة تعجبوا من كلمات النعمة، ومكتوب تعجبوا لعدم الإيمان، لم يأخذوا خطوة. ثم بيتكلم عن قائد روماني تعجب من إيمان هذا القائد، وقال: لم أجد إيمان في كل إسرائيل. ونفس الشيء، يعني يمكن هذه الكلمات مذكورة لكن في أماكن أخرى، حتما المسيح اتعجب. أكيد اتعجب من إيمان المرأة الكنعانية اللبنانية الفينيقية التي صرخت إلى يسوع المسيح وطلبت منه أن يشفي ابنتها من الروح الشرير. وفعلا المسيح مدح إيمان هذه المرأة. من ناحية أخرى منشوف أن المسيح يرثي ويبكي على أورشليم العاصية: آه لو علمت ما هو لسلامك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. فتعجب من المرأة الكنعانية بسبب إيمانها القوي، وهي أيضا أممية، ولكنه تعجب أيضا على عدم إيمان أهل أورشليم، على مشكلة الرياء والكبرياء وعدم الإثمار، وأنهم يريدون مسيحا سياسيا. مرة أخرى أحبائي، لما كان يسوع في مجمع الناصرة وعندما قال هذا اليوم تم في مسامعكم، كانوا يتعجبون من كلمات النعمة ولكنهم رفضوا. فأعطى قصتين من العهد القديم، والقصة الأولى كانت في أيام إيليا، في أيام الجوع والقحط، عندما أغلق الرب السماء لمدة 3 سنين ونصف
لم يذهب، كان في أرامل كثيرة في إسرائيل لكنه لم يذهب إلا إلى أرملة صرفة، صرفة صيداء يعني بجنب صيداء. وهكذا أحبائي نرى أمم يؤمنون بيسوع، ومن ناحية أخرى يجري أعظم بل أقوى المعجزات والآيات الخارقة في المدن اللي حول بحيرة طبرية. ثم يقول: ويل لك يا كفرنحوم، ويل لك يا كرزين، ويل لك يا بيت صيدا. إن كلمة الله هي سيف ذو حدين، من ناحية تخترق القلوب والكيان، ومن ناحية أخرى لربما تكون سيف اللي بيضرب الشخص لعدم الإيمان. فالكلمة هي مثل المطر، إذا كانت تربة صالحة تتفتت وتستوعب وتنتج ثمر، وإن كانت تربة تتيبس وهكذا لا تأتي بثمر. فكلمة الله هي الحكم، إما تحكم بالرحمة والشفقة والإحسان، ومن ناحية أخرى لربما تحكم بالدينونة بسبب العصيان والتمرد على شخص المسيح. وهكذا كتير ناس بتسمع كلمة الله، كلمة الله بتلين وبتسهل وبتلمس القلب وبتزرع الإيمان، لأنه مكتوب إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. ومن ناحية أخرى نفس الكلمة في ناس بتتقصى لدرجة إنه بتفقد الحس والحساسية، بصير عندها عدم إيمان وأيضا عصيان وتمرد ضد الله. فتعجب المسيح، ولربما ينظر المسيح إلى حالتك، أي نوع من الاستعجاب؟ هل يتعجب الناصر، تعجبوا من كلمات النعمة التي خرجت من فمه لكنهم لم يأخذوا قرار ولا خطوة؟ المسيح تعجب من إيمان قائد المئة، ولكنه تعجب من عدم إيمان الناصرة. فأي نوعية أنت من الناس؟ فهي اللحظات قل له: يا رب لين قلبي، افتح عيني، افتح ذهني حتى أستوعب وأفهم كلمتك. تعال إلى المسيح، توجه ربا ومخلصا على حياتك، وتأكد أن المسيح الحي يأتي إلى حياتك اليوم وفعلا ينقذك ويخلصك من الخطية، وبيغفر خطاياك وبيعطيك حياة أبدية، وبيكتب اسمك في سفر الحياة. إذا أنت محتاج إلى صلاة من فضلك شاركنا. وأنا بكمل أحث كل إخوتي وأخواتي المؤمنين، كما ذكرت في الأيام اللي فاتت، إنه أول أسبوعين من أكتوبر يوميا نأخذ 5 دقائق حتى نصلي من أجل الأوضاع الراهنة في زمن الكورونا، من أجل تدخل إلهي. من فضلك خبرنا إذا أنت بتحب تكون شريك في الخدمة. الرب يباركك.